أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، والبداية بالعناوين. السعودية تؤكد تضامنها مع الشعب اللبناني وذوي الضحايا في كارثة انفجار مرفأ بيروت. ومركز الملك سلمان للإغاثة يباشر تقديم المساعدات الطبية لضحايا انفجار المرفأ. أسعار النفط تتجاوز 45 دولارا لأول مرة منذ شهر مارس الماضي. أيضا تتابعون في الرابعة. وزارة التعليم السعودية تعلن اكتمال الجاهزية لبدء الموسم الدراسي الجديد بعدة سيناريوهات. وبعد انقطاع لعدة أشهر، قمة رياضية بين قطبي العاصمة السعودية تشعل الدوري مجددا. أعلنت وزارة الخارجية السعودية تضامن الرياض الكامل مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل على الأقل وأكثر من 4000 جريح، فيما سارعت الجمعيات الطبية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمباشرة الحالات الطارئة والإسعافية للحالات المتضررة جراء تفجير مرفأ بيروت. ولا تزال فرق جمعية سبل السلام ومركز الأمل الطبي تقوم بأعمال الرعاية وجمع الدم لتلبية الاحتياج الكبير للمصابين والجرحى داخل المشافي اللبنانية، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وقوفها التام وتضامنها مع الشعب اللبناني. كما أعلن محافظ بيروت أن 300,000 لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء انفجار المرفأ. رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وخلال ترأسه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء قال إن نتائج التحقيق في انفجار بيروت يجب أن تكون سريعة، قائلا إن ما جرى هو مصيبة كبيرة وضربة كبيرة ضربت لبنان. الرئيس اللبناني من جهته تعهد بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت. إلى ذلك قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريحات إعلامية إن عدد المفقودين من جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت أمس يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل كما هو معلن، وإن هناك أكثر من 4000 مصاب، في حين تواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني البحث عن مفقودين في مكان الانفجار. أهالي المفقودين دشنوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا فيها صور أقاربهم المفقودين أملاً في العثور عليهم. وتعقيبا على الكارثة التي حدثت في بيروت، قال رئيس بلدية العاصمة جمال عيتاني إن ما حدث سيكلف لبنان مليارات الدولارات وإن الاقتصاد سيتهاوى أكثر وأكثر. زلزال ضخم ضرب لبنان كله وضرب بيروت فورا، وهذا حيكلف يعني مليارات الدولارات ليرجع يعاد. الاقتصاد حيتراجع بعد أكثر وأكثر لأنه في مصالح كلها تضررت لليوم لا ترجع تقلع من جديد، بدا استثمارات جديدة. نتابع آخر التطورات مع زميلة غنوة يتيم مراسلة العربية وتنضم إلينا من بيروت. أهلا بك غنوة. إذن آخر التطورات التي حدثت معك مؤخرا تتعلق بمتابعة آخر الإجراءات ومحاولات البحث عن المفقودين خلال الأيام أو خلال أمس واليوم بعد تسجيل فقدان العشرات من الأشخاص، ما آخر الجهود لتفادي هذه الكارثة حتى الآن غنوة؟ يعني بالفعل حتى الآن الجهود مستمرة من أجل إيجاد المفقودين. هناك لا يزال حتى الآن بعض الأهالي
يبحثون عن أشخاص، عن أفراد من عائلاتهم لم يعثر لهم على أثر منذ يوم أمس، إن كان داخل منطقة المرفأ أو في المناطق القريبة منها. محمد، في أي نقطة وقفت فيها في بيروت اليوم تجد أن هناك آثار للدمار؟ أينما وقفنا نجد أن هناك زجاج قد كسر أو بيوت قد تهدمت في جميع المناطق المحيطة ببيروت. نحن كنا قد ذكرنا يوم أمس أن حجم الأضرار وصل إلى مناطق تبعد تقريبا 5 كيلومتر وأكثر عن منطقة الانفجار. بالنسبة لموضوع الجرحى، حتى اليوم هناك ازدياد في عدد الجرحى، لأن هناك بعض يعني الزجاج الذي يتحطم اليوم لم يتحطم أمس. أيضا هناك شرفة قد وقعت في أحد المباني أدت أيضا إلى تزايد عدد الجرحى. مع عملية الضغط على المستشفيات، قرر الصليب الأحمر اللبناني إعداد هذا المستشفى الميداني هنا. هو يعني يتضمن عيادة متحركة وأيضا عيادة لتقديم الدعم النفسي لأي شخص يعاني من مشاكل خوف أو رعب سببها له الانفجار. يمكن أن يقوم الفريق المتطوع هنا بتقديم الدعم. طبعا هناك الذي يحصل اليوم بأن الصليب الأحمر عندما تذهب فرقه من أجل إحضار الجرحى، بدلا من نقل الجرحى إلى المستشفيات، يقومون بنقل الجرحى إلى هذه العيادة المتنقلة. هناك طبيب، الطبيب هنا يقوم بفحص المريض، وفي حال تمكنوا من إسعافه هنا ينتهي الأمر، ولكن في حال كان هناك حاجة لنقله إلى طوارئ المستشفى أو إلى داخل المستشفيات يجري العمل على نقله نظرا للضغط على موضوع المستشفيات. إذن هي محاولة من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات. غنوة، يبدأ أي شخص يرغب في الحصول على العلاج في غير الحالة الطارئة طبعا الوصول إلى هذه الأماكن، ومن ثم قد يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى المزيد من العلاج إلى المستشفيات التي تواجه كثافة كبيرة كما ذكرت. ولكن هل يمكن القول بأن هذه العيادات المتنقلة هي في الأساس لتبرع بالدم، وهي مجهزة بشكل كامل للتعامل مع الحالات الأولية غنوة؟ هي فقط يعني يبدو أن حتى الآن هي مخصصة لاستيعاب الجرحى، لعلاج الجرحى. قيل لنا بأن هذه المستشفى الميداني سيبقى هنا لثلاثة أيام فقط، سيدرسون مدى الحاجة إليه. إذا كان هناك حاجة لأن يستمر العمل هنا ستستمر هذه الخيام لأكثر من ذلك، ولكن هو هنا الآن في فترة تجريبية. وأيضا أخبرونا بأن هناك عدد من الجرحى الذين وصلوا اليوم لتلقي العلاج هنا، بعضهم أرسل إلى المستشفيات وبعضهم الآخر تم الاكتفاء بتقديم المساعدة له على أرض الميدان يعني. طيب غنوة، أيضا عمليات البحث عن المفقودين ما زالت جارية. كنت في رسالة سابقة تتحدثين بالقرب من مرفأ بيروت، كيف تتابعين لنا عمليات البحث أملا في الحصول على المزيد من الناجين؟ المشكلة أنه بعض الأشخاص يعني حتى الآن لم يتم التعرف على هويات، يعني بعض الجثث لم يتم التعرف على هوياتها. أيضا هناك يعني سواء خاصة في منطقة المرفأ، لأن هناك العمل لا يزال جار للبحث عن المفقودين نظرا لحجم الأضرار. بعض المعلومات تحدثت عن وجود البعض يعني غرق البعض داخل المياه تحت المياه. أيضا هناك يعني أيضا رأينا مجموعة للأهالي أمام المرفأ تطالب الجيش اللبناني بالسماح لها من أجل الدخول، من أجل ربما هم يعني يعتقدون بأنهم قد يساهموا في المساعدة أو هذا يبرد مشاعرهم بعض الشيء، ولكن تم منعهم نظرا لخطورة الوضع داخل المرفأ. حتى الآن لم يتم العثور على
على كافة المواطنين المفقودين، سواء كان هناك داخل المرفأ أو خارج أو في المناطق المحيطة التي تعرضت فيها الأبنية للدمار وللتحطيم. طيب إذن عملية إزالة الركام ما زالت مستمرة، شهدنا لقطات نعم من داخل المدن، ولكن الحكومة اللبنانية غنوة كانت تعهدت بتوفير الملاجئ للأشخاص المشردين، وكان هناك رقم كبير تحدث عن محافظ بيروت هو 300 ألف شخص. هل بدأت الحكومة اللبنانية بالفعل في توفير ملاجئ أو أماكن ومؤقتة لاستيعاب هذه الأرقام؟ الحكومة اللبنانية كانت قد تحدثت عن فتح المدارس من أجل إيواء بعض العائلات، ولكن أيضا كان هناك مبادرات فردية. الفنادق اللبنانية معظم 90% من الفنادق في بيروت يبدو أنها تعرضت أيضا لأضرار كسائر الأبنية. هناك فنادق في المناطق الجبلية التي فتحت أبوابها لاستقبال هذه العائلات. أيضا هناك مبادرات فردية، مبادرات من قبل ناشطين كانوا قد عملوا خلال انتفاضة لبنان على تأمين بعض الشقق للممرضين خلال أزمة كورونا. اليوم نفس المجموعة تعمل على تأمين الشقق للأهالي الذين فقدوا منازلهم. عادة ما الذي يحدث، عادة يكون مثلا أنا أملك شقتين أو أملك أو لا أو أعيش خارج لبنان، هذه الشقة لا أستخدمها، أقدمها لهذه المجموعة، وهذه المجموعة بدورها تقدمها لهذه العائلة، أو هناك شقق مفروشة تقدم بالمجان. أيضا هناك قرى في كافة المناطق اللبنانية دعت المواطنين للتوجه إليها، فتح الأهالي منازلهم من أجل استقبال هذه العائلات. وطبعا هناك عدد كبير من العائلات الذين يفضلون البقاء لدى أقارب لهم حتى يتسنى لهم إعادة ترميم ما تهدم. غنوة يتيم ومتابعة لآخر التطورات بشأن تفجير مرفأ بيروت، شكرا جزيلا لك. دعت سفارة السعودية في بيروت مواطنيها بالبقاء داخل مساكنهم وعدم الخروج إلا بأخذ سبل الحيطة والحذر جراء الأوضاع الراهنة، موجهة بضرورة التواصل معها عند طلب أي مساعدة وتحري الإرشادات والتعليمات الصادرة من السلطات اللبنانية. وفي آخر مستجدات الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مدير الجمارك بدري ظاهر علمه بوجود مادة نترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، بل إنه تقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لتحديد مصيرها بتاريخ 28 من ديسمبر 2017. ظاهر كشف أنه قدم قبل هذا الطلب 8 طلبات، الأول كان في 27 من يناير 2014، تلاه آخر في 5 من ديسمبر من العام نفسه، وتوالت الطلبات بعد ذلك بتواريخ من بينها 20 من مايو عام 2016 و13 من أكتوبر من العام نفسه، فضلا عن 19 من يوليو عام 2017، مشيرا إلى أن القضاء لم يتحرك أمام الخطابات التي أرسلها. مدير الجمارك قال أيضا أنه طلب من الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير كمية الأمونيوم التي أفرغت من إحدى البواخر لخطورتها الشديدة، كما اقترح حينها بيع هذه الكمية إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات وفقا لاقتراح لقيادة الجيش التي كشفت بدورها على الشحنة، وذلك على حد قوله. وينضم إلينا من بيروت صحفي سعودي أحمد عدنان. أهلا بك أحمد إلى هذه التغطية وإلى نشرة الرابعة. وهناك سؤال مهم يطرح نفسه قبل الحديث عن أي نقطة مهمة، كإنسان اختار بيروت للإقامة لسنوات طويلة، كيف مر عليك تفجير الأمس؟ طبعا أنا يعني أول شيء أهلا بك وبالمشاهدين جميعا، وتحياتي للجميع. طبعا أنا عاصرت أغلب الأحداث السياسية التي مر
مرت على لبنان يعني تقريبا منذ التمديد لإمين لحود إلى تاريخه. يعني ما حصل البارحة شيء غير مسبوق. طبعا أنا كنت خارج بيروت أو إقامتي خارج بيروت في الحقيقة، فاليوم حين وصلت إلى بيروت وشاهدت الأضرار، الأضرار تفوق الوصف. يعني لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عما جرى البارحة. أقل وصف، نحن أمام جريمة ضد الإنسانية. ويبقى السؤال المعلق، أحمد، برأيك من الذي ارتكب هذه الجريمة؟ يعني القصة كلها مريبة. يعني الشحنة وصلت إلى لبنان في سبتمبر 2013، وكل من له علاقة بهذه الشحنة اختفى، سواء يعني مالك السفينة لم يسأل عنها، الجهة التي قيل نظريا أن الشحنة متجهة إليها في موزمبيق لم تسأل عنها. نحن فعلا أمام عملية مريبة، ولن أستغرب إذا كانت مدبرة. المطلوب الآن يعني جهة تحقيق، كما طالب بعض اللبنانيين، جهة تحقيق محايدة دولية أو كونية أو ما شابه، لتحدد من المسؤول الذي تسبب عن البارحة. لكن نحن أمام معلومات واضحة وأمام شبهات. المعلومات الواضحة هذه الشحنة الضخمة والخطيرة موجودة منذ أواخر عام 2013، مالك السفينة روسي، الجهة المشحون إليها أفريقية، تمت مصادرة الشحنة في لبنان أو في ميناء بيروت وأبقي عليها كل هذا الوقت. طيب، هناك أيضا تساؤلات أيضا تدور، هذا كله أنه كانت المسؤولية في الأساس عندما حدث الانفجار، كانوا يقولون بأن هذه الشحنة تحت عهدة الجمارك اللبنانية. مدير الجمارك بدري ظاهر قال بكل صراحة بأنه لسنوات طويلة كان يخاطب كل الجهات المعنية بشأن هذه الشحنة، التخلص منها، بيعها، إعادة تصديرها، ولكن لم يتجاوب معه أي أحد. هذا أيضا يعني يؤكد ما أقوله لك، أنه الحديث عن أنه ما جرى البارحة مصادفة يعني فيه استخفاف بالعقل. بس يا أخ محمد لازم تأخذ بالك يعني من نقطة محددة. هناك يعني مجرم أساسي يتحمل مسؤولية انفجار البارحة، هو النظام السياسي الذي كرسه حزب الله منذ يناير 2011 حين تسلط على الدولة وأسقط الحكومة المنتخبة بقوة السلاح. نحن منذ 2011 في لبنان نعيش مع نظام سياسي جديد. أبرز ملامحه هو التالي: لا وجود للمصلحة العامة أمام المصالح الشخصية والحزبية والطائفية، ولا وجود للقانون أمام السلاح غير الشرعي. كل ما تراه، يعني كل المآسي التي تعيشها لبنان اليوم، هو تحت عنوان هذا التحول الذي حصل في 2011 حين تم إسقاط الحكومة المنتخبة بالقوة. وهناك شبهات حقيقية بأن العنبر رقم 12 الموجود في المرفأ له صلة بشكل مباشر أو غير مباشر بحزب الله. طيب، ولكن قد يرد عليك أحمد أحدهم ويقول بأنك أنت تسيس هذه القضية، وهذه القضية هي قضية إنسانية وكارثية في الوقت التي تراق فيها الدماء في شوارع لبنان. هناك عشرات المفقودين، أكثر من 100 قتيل، و 300 ألف شخص تحديدا مشرد، وأنت تتحدث الآن عن خلاف سياسي مع حزب الله. لا لا لا، ليس خلاف سياسي. نترات الأمونيوم التي انفجرت البارحة ارتبطت بحزب الله في أكثر من موقع. ألمانيا قبل أشهر صنفت الحزب حزبا إرهابيا لأنها اكتشفت في مخازنه نترات الأمونيوم. قبل ذلك في بريطانيا نفس الشيء، قبل ذلك في قبرص نفس الشيء. القضية ليست سياسية، القضية هي قضية أخلاقية ووجودية. هذه الميليشيا تهدد وجود لبنان بهذه الفوضى أو بالسلاح غير الشرعي. طيب، الحكومة وعدت بتحقيق
شفاف، والرئيس أيضا وعد بمحاسبة المسؤولين أيا كانوا. ننتظر ساعات قليلة وتصدر النتائج، وسيحاسب حزب الله إذا كان هو بالفعل المسؤول على قول الحكومة اللبنانية وحتى الرئيس اللبناني. يا أخ محمد، حزب الله لن يحاسب حزب الله. السيستم خلفه حزب الله، حزب الله هو الذي يحكم منذ 2011، لن يحاسب نفسه، هو احترف أن يلقي المسؤولية على الآخرين طوال هذه الفترة الماضية. إذا هو أنت الآن الأزمة، هو بيحكم من 2011، والأزمة الحالية بيحملها لمن كان يحكم قبل 30 سنة. يعني نفس، تخيل لو إحنا في مصر واجهنا مشكلة اليوم وبنحمل المشكلة للملك فاروق، السيستم تغير والأشخاص تغيرت، أنت اليوم الحاكم، أنت المسؤول. طيب إذا هو على المشاكل الاقتصادية اللي هو مسؤول فيها بيحمل ناس ماتوا واستشهدوا في سبيل لبنان قبل 30 سنة، فما بالك بمشكلة الأمس ربما يتهمون فيها الأمير بشير الشهابي. طيب أحمد، سؤال أخير، هل تقول بأن هذه الكارثة رغم فداحتها وهذه الدماء التي أريقت في شوارع بيروت بالأمس ستذهب سدى؟ أرجو ألا تذهب سدى، لكنني أقول بكل وضوح إذا لم يخرج حزب الله من المنظومة السياسية اللبنانية، ما رأيناه البارحة سوف نراه مجددا. وللأسف حين نراه مجددا معنى ذلك أن الأرواح والدمار الذي شاهدناه البارحة سوف يذهب سدى وسوف يتكرر. وكل التعازي أخ محمد طبعا للأهالي والذين فقدوا أبنائهم أو الذين تعرضوا لجراح أو أضرار مادية وحتى معنوية. وصدقني على الصعيد الشخصي، يعني كشخص عاصر أو رأى فداحة الأضرار والأهوال هذه أمامه، أقول فعلا وصدقا لا جدوى بأن تكون بخير في بلد منكوب. إذن لا جدوى أن تكون بخير في بلد منكوب، هذا ما يقوله صحفي أحمد عدنان من بيروت. شكرا أستاذ أحمد. إعلان بيروت مدينة منكوبة، إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين. بيروت اليوم وكأنها ضربت بقنبلة نووية. يا أحمد، على أساس أنه كمان شفت طار، حتى هو برا وأنا جوا. تحت بالشارع صار. كما أشرت معك عشرات من الجرحى في الأرض وفي السيارات. حزن كبير، أنا على قناعة أنه سيولد ثورة، ولكن السؤال متى؟ نحن هلأ مستشفى منكوب، يعني ما في مستشفى مثل ما شايفة، مستشفى تسكر. هيدي كارثة رح ندفع حقها سنوات لقدام، نحن بكارثة. تتابعون أيضا في الرابعة ولكن بعد قليل. وزارة التجارة السعودية تحذر من استغلال بعض المتاجر لضريبة القيمة المضافة وتطالب بالإبلاغ عنها.
أهلا بكم مجددا. أكدت وزارة التجارة السعودية أنها عممت على جميع المتاجر بوضع السعر النهائي على المنتج شاملا القيمة المضافة، محذرة المستهلكين من دفع أي مبالغ إضافية وقت إصدار الفاتورة. وللتوعية بذلك أطلقت الوزارة حملة لا تسأل بكم للحد من استغلال التجار، داعية إلى ضرورة الإبلاغ حال رصد أي تجاوز من هذا النوع. وللمزيد من التفاصيل معنا من الرياض هاني صفيان. أهلا بك هاني. إذن لا تسأل بكم. نعم، أهلا بك عزيزي محمد وأهلا بمشاهدي قناة العربية. طبعا الفترة الماضية كان هناك جدل وهناك لبس لدى بعض الزبائن، وكان أيضا بعض أصحاب المحلات يستغلون ذلك في عدم إضافة القيمة المضافة لدى السعر النهائي، وبعضهم أيضا يقوم بجمع أو شمل القيمة المضافة في السعر الإجمالي في هنا في هذه القيمة، وأيضا يقوم بحسبتها مرة أخرى من جديد عندما يقوم الزبون بالتشيك النهائي والحسبة النهائية لدى الكاشير أو لدى المحاسب في المحلات. وزارة التجارة قامت نعم بهذا وإطلاق هذه الحملة لا تسأل بكم، وأيضا أظهرت بيان رسمي وأوضحت فيه أن السعر الذي سوف يشاهده من الآن أو بعد إضافة القيمة المضافة في تحديدا الشهر الماضي في يوليو هو شامل للسعر الإجمالي وكذلك القيمة المضافة. للحديث أكثر معي الأستاذ عمر الحقباني وهو مدير مراقبة الجودة هنا في أحد المعارض أو أحد الشركات للتجزئة. أولا دعنا نتحدث كيف قمتم بعملية تنظيمية وفق شروط والالتزامات لوزارة التجارة التي حددتها. أول شيء حاب أرحب فيك أخوي هاني وبقناة العربية في شركة على كيفك. إحنا هنا شركة رائدة في تجزئة الكماليات وتجزئة المستلزمات المنزلية. أما بالنسبة لسؤالك، زي ما أنت شايف السعر اللي موجود على الرف هو اللي يدفعه المستهلك عند نقاط البيع. جيد. فالسعر هو ومن ناحية تنظيمية ما في شيء، اللهم إضافة الضريبة والسعر. نعم. السعر شامل. يعني الآن لو مثلا هذا قيمة القلم بسبع ريال. نعم. لو أني أخذه وأروح الكاشير ألقاه بنفس القيمة. صحيح. طيب وش الفرق؟ وش الفرق اللي راح ألقاه الآن في الفاتورة الخاصة فيكم بعد تطبيق وزارة التجارة للتنظيم الجديد؟ ما في فرق، التنظيم هو نفس التنظيم من ناحية القيمة المضافة، بس اللهم تغير الرقم الضريبي فقط. طيب استفسارات اغلب الزبائن لديكم وش تكون؟ اغلب الزبائن عندهم وعي، لكن يكون في بعض الاستفسارات من ناحيه الفاتوره النهائيه يكون مبلغ الضريبه مبلغ القيمه المضافه الوحده، فيكون في استفسار ومجرد نعطي الزبون توضيح فيتفهم الموضوع. طيب في حاله صارت عروض تجاريه هل بيصير الامر بنفس ما متبع في وزارة التجارة أن يكون السعر اللي واضح في العرض التجاري هو بنفس اللي هو يكون واضح لدى الفاتورة النهائية في عند الحسبة؟ ما في شك نفس السعر اللي على الرف هو السعر اللي يدفع المستهلك في نقاط البيع. طيب هل تسمح لي ممكن أني أخذ لي جولة وأتأكد إذا سمحت؟ حياك الله حياك الله. طيب راح أقوم بجولة، راح نأخذ بشكل عشوائي، يعني خلينا نقول هذه سعرها بكم؟ ب125. نعم. هذا سعرها ب125 او هنا هذه ب128. عطنا نفس خلاص بناخذ واحده بنفس سعرها ب128. الان لدي هنا هذه الحافظه الخاصه بالقهوه او الشاي، سعرها موجود عندي ب128. طبعا 128 وهي شامله الضريبه وهو السعر النهائي. راح نتاكد في عند المحاسب كم تظهر هذه الحافظة، هل هي بنفس السعر أو لا؟ وإذا بعد تسمح لي ناخذ واحدة ثانية، ناخذ يعني خذينا عينتين علشان نكون متأكدين من شكلك هاني تقضي اليوم أغراض مش مجرد للتجربة ولا للرسالة المباشرة. وش حسبتك اليوم كم حاسبت لحد الآن؟
والله ظهر 500 وحالها. هل عندك خبر عن القيمة المضافة؟ هل حسبها عليك أو بنفس السعر الشامل؟ هل عندك فكرة عن ذا الموضوع؟ حسب والله ما أدري عنها، حسب أكيد أنا حسب القيمة المضافة. طيب خلي بحسب لي الآن وأتأكد بس على عجالة. عندي هذه 128، خلينا نشوف كم الفاتورة. خلينا نشوف الفاتورة يا عم بس إذا سمحت لي. خلينا نشوف، أنت حاسبت الآن إذا سمحت لي معليش. عندنا حسبة الأم عندنا الآن تقريبا 100 ريال، صحيح؟ هذا اللي نتحدث عنه موجود فيه الرقم الضريبي واضح لدينا، فاتورة رقم التاريخ الوقت، وموجود برضو تفصيل للفاتورة. السعر انت خذيت الان هذا، يعني خذ هذا الصحن تقريبا ب 20 ريال و65 هلله، نفس هذا الطقم 20 ريال و65 هلله، يعني ان السعر هو بنفس ما كان هو موجود عليه ومعروض، ما هو بنفس الموجود. اذا ولا في داعي هاني انك هذا توضيح لجميع تسال بكم زميل خربت علي كنت ناوي ياخذها. لا تاخذها لك حق تاخذها ولكن ادفع فلوسها ولا تسال بكم يا هاني. شكرا. أيضا تتابعون في الرابعة ولكن بعد الفاصل. شابان سعوديان يدخلان أول روبوت لإعداد الأطباق الصحية في مطعمهما في الرياض. ومن أخبار الرياضة في نشرة الرابعة ولكن بعد قليل، قمة ملتهبة بين النصر والهلال في ديربي العاصمة السعودية الرياض الليلة. إذا كنت تلاحظ أثر دم حين تفرش أسنانك، ليس عليك الاختيار بين لثة صحية أكثر وأسنان أقوى. حماية متكاملة الجديد من بارودونتكس يتميز بثماني فوائد مصممة خصيصاً للثة صحية أكثر وأسنان أقوى. حماية متكاملة الجديد من بارودونتكس. حصرياً ولأول مرة على شاشة العربية. كلام ده أنا بقوله أول مرة مفتوح. اعترافات جديدة لعمر البشير. عندك حصر. من الاجتماعات السرية لجماعة الإخوان. وقبل أيام من محاكمته. وأنا أذكر أول مرة كلفونا قالوا لنا أعمل خطة لاستلام السلطة. بعد اكتشاف المقابر الجماعية في طريقهم للاستيلاء على السلطة، الأسرار الكبرى لجماعة الإخوان في حلقة جديدة قريباً على شاشة العربية. عند صافرة البداية يبدأ التحدي. تقدم المنافسة في الملاعب والميادين الرياضية. ومع عبور خط النهاية تظهر النتائج. أخبار الرياضة على شاشة العربية. من السبت إلى الخميس 7:30 على شاشة العربية. السعودية تؤكد تضامنها مع الشعب اللبناني وذوي الضحايا في كارثة انفجار مرفأ بيروت. مركز الملك سلمان للإغاثة يباشر تقديم المساعدات الطبية لضحايا انفجار المرفأ. أسعار النفط تتجاوز 45 دولارا لأول مرة منذ شهر مارس الماضي. وزارة التعليم السعودية تعلن اكتمال الجاهزية لبدء الموسم الدراسي الجديد بعدة سيناريوهات. بعد انقطاع لعدة أشهر، قمة رياضية بين قطبي العاصمة السعودية تشعل الدوري من جديد.
أهلا بكم مجددا إلى الرابعة. في أسواق النفط تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز 46 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الأول من مارس الماضي. وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي قد أظهرت تراجع مخزونات النفط بنحو 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بتراجع بثلاثة ملايين برميل. وأشار محللون إلى أن تراجع المخزونات يؤكد انخفاض الإنتاج الأمريكي، وهو ما قد يدعم أسعار النفط في مواجهة مخاوف التباطؤ الاقتصادي بسبب فيروس كورونا. تقوم وزارة التعليم السعودية برفع جهوزيتها اللازمة لاستقبال العام الدراسي القادم وفق كل الاحتمالات، سواء عودة الطلاب للمدارس أو استكمال التعليم عن بعد. جاء ذلك على لسان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذي وجه باستئناف عمليات الصيانة بالمدارس واختيار خطط الوقاية وتوفير المعقمات اللازمة، كما وجه بضرورة استكمال تدريب المعلمين اللازم للتعامل مع التقنية حال طبق التعليم عن بعد جزئيا أو كليا. في أحدث أساليب تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهي السعودية التي يصل دخلها السنوي إلى 80 مليار ريال، بدأ الشابان فهد الحميدان وعبد الرحمن العزام في استخدام أول روبوت لتحضير بعض المأكولات الصحية والطازجة للزبائن. روبوت واحد من ضمن عشرات روبوتات التي تنوي الشركات والمستشفيات توظيفها لخدمة موظفيها خلال فترة العمل التي تمتد إلى 8 ساعات. تجربة جديدة بدأتها المطاعم السعودية بتوظيف الروبوت لتحضير أكثر من 22 صنفا من الأطعمة الصحية للزبائن. ما يميز دائما الروبوت هو أنه يوفر تقنية لإضافة قيمة، والروبوت بشكل رئيسي يوفر سهولة الاستخدام. الشيء الآخر أنه يحفظ الغذاء بشكل جيد، وأيضا عمليات الدفع الإلكتروني سهلة. هذان الشابان استخدما أول روبوت داخل مشروعهما ليكون الوحيد في الفترة الحالية بمنطقة الشرق الأوسط، على أن يتم تشغيل 50 روبوتا للشركات والمستشفيات بنهاية العام الحالي في السعودية وحدها. يمكن إضافة الحبوب والسلطات، المكسرات، الفواكه والزبادي اليوناني. كم عدد الأصناف؟ 22 صنف، يمكن العميل اختيارها، وممكن تعطي إلى أكثر من ألف طبق. تجارب عدة يقودها الشباب السعودي للاستفادة من أحدث الطرق في تقديم الأطعمة والمشروبات لن يكون الروبوت آخرها، بعد أن سجل دخل السوق المحلي 80 مليار ريال سنويا من المطاعم والمقاهي. حياة الغامدي، العربية، الرياض. والآن لنا وقفة رياضية والزميل زياد عبيدات. يسعد مساك زياد. يا هلا يا محمد، مساء الورد. شكرا. أهلا بكم. تتجه أنظار عشاق الدوري السعودي لكرة القدم الليلة نحو ديربي العاصمة بين فريقي النصر والهلال، وذلك ضمن منافسات الجولة 23. ويتصدر الهلال الترتيب العام للمسابقة ب 51 نقطة، ويتقدم على النصر ثاني الترتيب بفارق 6 نقاط. وكانت مباراة الذهاب في أكتوبر الماضي قد انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد على استاد جامعة الملك سعود. دعونا نتابع لقطات من مباراة الذهاب. الكرة تعود بعد ذلك إلى غوميز، حظا بالقوة بالقوة بالرغبة بالتمريرة إدواردو. يا رب، هو مهاجم ثاني. إنهم يحاولون يقتربون، عرضية تأتي في مكان رأسية. يا رب، مغربي. نتيجة 1-1، لكن كرة مقطوعة وصلت إلى عبد الرزاق للهداف. يا رب. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي يلتقي اليوم فريق الوحدة مع ضيفه الشباب.
الفريق المكاوي يملك 39 نقطة مقابل 31 بل يملك 39 نقطة مقابل 31 نقطة للفريق العاصمية. ولم يتمكن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو كاشينيا من قيادة الشباب نظرا لوجوده في الحجر الاحترازي. ويحل الاتفاق ضيفا على العدالة ضمن الجولة نفسها، رصيد الاتفاق وصل إلى 29 نقطة، فيما يحتل العدالة المركز الأخير للمسابقة ب 17 نقطة. وكانت عودة منافسات الدوري السعودي لكرة القدم قد شهدت خسارة الاتحاد أمام مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف واحد. وعلى الرغم من افتتاح الاتحاد للتسجيل في الدقيقة 19 بهدف حمل بصمة اللاعب البرازيلي رومارينيو، إلا أن أبها أدرك التعادل بواسطة مهدي تهرات في بداية الشوط الثاني من هذه المباراة، قبل أن يضيف عمار النجار الهدف الثاني من ركلة جزاء، وليحتل المركز السابع ب 33 نقطة، وتوقف الاتحاد عند المركز 13 ويصارع شبح الهبوط. وسجل الفتح فوزا مهما على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل لا شيء. المغربي مروان سعدان سجل هدف التقدم للفتح من ركلة جزاء في الدقيقة 14. وفي الشوط الثاني أضاف الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح، والذي رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 14، وبقي الفيحاء في المركز 11 ب 27 نقطة. ونبقى مع منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، وفي مدينة جدة سجل الأهلي فوزا مثيرا على ضيفه الحزم وبأربعة أهداف مقابل هدفين. الأهلي كان في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين سجلهما عبد الرحمن غريب وعمر السومة، لكن الحزم تمكن من تسجيل هدفين بواسطة كارلوس ستراندبيرغ وجوناثان كافو، قبل أن يعود الأهلي ويضيف هدفين آخرين بواسطة هيثم عسيري ويوسف الحربي، ليرفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، وتوقف الحزم عند المركز 12 ب 24 نقطة. من جهته فاز الرائد على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل، حامل التوقيع ماركو بيريز وأحمد الزين ومحمد فوزير. الانتصار وضع الرائد في المركز السادس فيما بقي ضمك في المرتبة ما قبل الأخيرة ب 18 نقطة بعد تلقيه الخسارة 13 له في المسابقة. وتغلب الفيصلي على ضيفه التعاون بهدفين لهدف واحد، تقدم الفيصلي بهدف أحمد أشرف في الدقيقة 9، ثم أدرك التعاون التعادل عبر سيدريك إميسي في الدقيقة 63، قبل أن يخطف لوران جيريمي هدف الفوز للفيصلي في الدقيقة 70، ورفع الفيصلي رصيده إلى 38 نقطة، وتوقف رصيد التعاون عند 32 نقطة في المركز الثامن للدوري السعودي لكرة القدم. شكرا لك زياد، ولا نتحول مباشرة إلى زميلة لميس إبراهيم وحالة الطقس. أهلا بكم مشاهدينا. حالة الطقس الخاصة باليوم الأربعاء نبدأها من المملكة العربية السعودية، حيث يستمر تأثير السحب الركامية الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية، ويطرأ نشاط على حركة الرياح على عموم مناطق المملكة اليوم وغدا، تعمل على إثارة للأتربة والغبار. وفي الرياض تكون الأجواء صافية ونسب الرطوبة منخفضة ودرجات الحرارة تنخفض إلى أوائل الأربعينات مئوية، فيما تكون في المستويات الثلاثينية في ساعات الليل، وحركة الرياح تكون نشطة تعمل على إثارة للأتربة والغبار، ما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية. وفي السوداء يحتمل تساقط زخات رعدية من المطر ونسب الرطوبة مرتفعة تزيد عن 80%، فيما تبقى الأجواء معتدلة ودرجات الحرارة في أواسط العشرينات مئوية تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات، وتكون حركة الرياح متوسطة. وبالانتقال إلى الإمارات وتحديدا في دبي، الأجواء هناك غائمة ودرجات الحرارة في المستويات الثلاثينية، فيما ترتفع نسب الرطوبة لتسجل 65%.
50%، والرياح تكون نشطة مثيرة للأتربة والغبار خاصة في الطرق والمناطق الصحراوية. أما في الكويت تستمر الأجواء حارة، درجات الحرارة في أواسط الأربعينات مئوية على أن تنخفض ليلا إلى المستويات الثلاثينية، فيما تكون حركة رياح خفيفة جدا ونسب الرطوبة تسجل 20%. إذا مشاهدينا هذا كان كل ما لدي، شكرا لحسن المتابعة. في الولايات المتحدة أظهرت دراسات عدة أن تأثير فيروس كورونا على وظائف النساء جاء أعلى بكثير من الرجال، وذلك نتيجة ترك العديد من النساء وظائفهن للعناية بأطفالهن في وقت تحولت الدراسة فيه إلى منزلية. أشلي فارس ستيوارت متخصصة في العلاج الوظيفي، لكنها أيضا أم لثلاثة أطفال اضطرت إلى ترك وظيفتها بعد انتشار كورونا. كنت أدير جلسات علاجية افتراضية لمرضي خلال أزمة كورونا، ولكن أصبح من الصعب علي أن أدير الجلسات بينما لدي ثلاثة أطفال في البيت يجب أن أعتني بهم. أشلي مثل ملايين الأمهات والآباء الأمريكيين الذين اضطروا إلى أداء وظائفهم والعناية بأطفالهم في البيت بعد إغلاق المدارس والحضانات خلال أزمة كورونا، لكن كل الأرقام تشير إلى أن النساء والأمهات بالذات أشد تضرراً اقتصادياً بكورونا من الرجال. فبحسب دراسة لمركز النساء القانوني الوطني، فإن نسبة النساء اللواتي فقدن وظائفهن خلال أزمة كورونا أعلى من الرجال، فالكثيرات منهن يعملن في مجالات تأثرت سلباً في الأزمة مثل الضيافة. أما الأمهات اللواتي احتفظن بوظائفهن ويستطعن العمل عن بعد فيواجهن تحديات لا يواجهها الآباء. دراسة جديدة تشير إلى أن الأمهات العاملات من بيوتهن لا يستطعن التركيز لمدة ساعة واحدة من دون مقاطعة، مقارنة مع ثلاث ساعات من التركيز بدون مقاطعة للآباء العاملين من بيوتهم. Really sorry, that's my son arriving. هذا المونتاج لأمهات عاملات يجرين مقابلات صحفية من بيوتهن ربما هو أفضل دليل على ذلك. دراسة جديدة تشير إلى أن الأمهات يعملن 15 ساعة إضافية عما يعمله الآباء في رعاية الأطفال أسبوعياً. زوجي هو صاحب الدخل الأكبر في عائلتي ولدي وظيفة جيدة، لذا كان من المنطقي أن يحتفظ بوظيفته وأن أتوقف أنا عن العمل. وأشلي تمثل الأغلبية، حيث أن هناك فجوة معدلها 18 ألف دولار ما بين رواتب الآباء مقارنة مع الأمهات. هذا بالإضافة إلى التقاليد المتجذرة حتى في الولايات المتحدة تجعل احتمالية مغادرة الأمهات لوظائفهن أعلى من احتمالية ترك الآباء لوظائفهم. نعرف أن تقدم الاقتصاد يعتمد على النساء العاملات، وعندما يتمكن أصحاب العمل من إعطاء الدعم فهم يحتفظون بالأمهات العاملات، وإلا تترك النساء وظائفهن. يجب أن نحل أزمة المدارس ورعاية الأطفال قريباً وبشكل ملح. دراسة جديدة تشير إلى أن الأمهات اللواتي يتغيبن عن وظائفهن خلال مسيرتهن الوظيفية ولو لمدة عام واحد فقط يعانين من انخفاض دخلهن السنوي بمعدل 40% عن الأمهات اللواتي لا يتغيبن عن العمل. أشلي تقول أنها تأمل بالعودة إلى العمل من جديد. عملت جاهدة من أجل شهادتي ورخصتي الوظيفية وأريد أن أستمر في عمل الذي أقدره. أما في الوقت الحالي تشغل أشلي نفسها برعاية الدجاج والغنم في حديقة منزلها. من الشقاق العربية واشنطن. في ختام الرابعة هذا تذكير بالعناوين. السعودية تؤكد تضامنها مع الشعب اللبناني وذوي الضحايا في كارثة انفجار مرفأ بيروت. ومركز الملك سلمان للإغاثة يباشر تقديم المساعدات الطبية للضحايا. أسعار النفط تتجاوز 45 دولاراً لأول مرة منذ شهر مارس الماضي.
وزارة التعليم السعودية تعلن اكتمال الجاهزية لبدء الموسم الدراسي الجديد بعدة سيناريوهات. وبعد انقطاع لعدة أشهر، قمة رياضية بين قطبي العاصمة السعودية تشعل الدوري من جديد. نهاية نشرة الرابعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. إعلان بيروت مدينة منكوبة، إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين. بيروت اليوم وكأنها ضربت بقنبلة نووية. يا أحمد، على أساس أنه كمان شفت الطار، الطار هو برا وأنا جوا. تحت بالشارع صار. كما أشرت معك عشرات من الجرحى في الأرض وفي السيارات. حزن كبير. أنا على قناعة أنه سيولي الثورة، ولكن السؤال متى؟ نحن هلأ مستشفى منكوب، يعني ما في مستشفى مثل مشيكة، مستشفى تسكتة. هيدي كارثة، رح ندفع حقها سنوات لقدام. نحن بكارثة.